دائما أفيدة المهمات تضعها هنا. إذا لدينا مهمات السفينة ولدينا جلسة التدريب الأخيرة، هي مهمة أخيرة. إذا سوف نذهب إلى السفينة المجهولة، نقوم ب دوبل كليك وضغط على السهم، يقول لك تكلم مع حارس سطح السفينة المجهولة. أين أجد هذه السفينة؟ دائما أفتح الخريطة وضغط هنا، ها هي السفينة موجودة في هذا الخط الأحمر. دائما نضغط على اسم المهمة هنا فتظهر العلامة الحمراء. إذا لنذهب إليها مباشرة، هيا بنا. إذا عندما يموت مرافقك فانظر إليه فهو سيموت، إنني أضحي به. أنا آسف أيها النمر المحبوب، أنا آسف، سيموت القط المسكين، يقاتل وحده. إذا كما ترى مرافقنا قد مات المسكين، سوف أنتقم له أولا قبل أن أريكم كيف نسترجعه. هيا بنا. أيوة، لماذا قتلت وحشي؟ إذا حسنا، كيف تقوم باسترجاع يعني المرافق أو الوحش الخاص بك عندما يموت؟ إذا ما سنفعله الآن هو الضغط على نضغط عليه، طبعا لا يمكنك أن تضغط عليه، نضغط على علامة الخاصة به هنا في هذه المربع الصغيرة، ثم نفتح الحقيبة ونضغط على لفافة الإنعاش. هي تباع أيضا في المحلات بشكل يعني ثمنها رخيص، ونضغط عليها. وها هو الآن قمنا بإنعاشه، وها هو الآن يعود إلى الحياة. هيا بنا الآن نكمل الطريق. إذا هي مكان السفينة، إذا وضعنا المؤشر هنا حارس سطح السفينة. إذا نذهب مباشرة إلى السفينة، لا يمكنك الدخول وأنت راكب. ننزل ثم نذهب، نضغط دوبل كليك على البوابة وندخل. هذا هو الحارس، نتكلم معه. وسفينة المجهولة مرحلة واحد، طبعا ها هي سفينة مجهولة مرحلة واحد لاسم المهمة. ضغط تمت المهمة. المهمة التالية المرحلة اثنان، سفينة مرحلة اثنان، يطلب منا الذهاب الى ننزل الى الاسفل هنا ومساعدة، يطلب منا التحدث الى هذه الفتاة. نأخذ اختيار فتيات وضغط هكذا. الآن سوف نقوم بقتال هذه الوحوش. سأستبدل هذه الأيقونة الهجوم بهجوم مع مرافق، يهاجم مع المرافق، يعني سوف نهاجم معا. وهكذا كي نقتل كلنا أنا ومرافق الخاص بي ويساعدني في القتال هكذا. هكذا تماما. كما ترى فمستوى المرافق الخاص بي يعني يرتفع ويصبح أقوى كلما قتلت المزيد من الأعداء. كلما قتلنا المزيد من الأعداء يصبح أقوى وأشرس. كما ترى مستواه يرتفع تدريجيا. إذا وصلنا إلى ليفل جديد نقوم برفع مستوى العمل طبعا. إذا وقمنا بإنهاء المهمة منذ مدة، فقط نرفع الليفل قليلا. اختيار ثم نضغط، نختار الجائزة وتمت المهمة. إذا قمنا بأخذ المهمة. الآن نضغط على السفينة مرحلة 2، نضغط على السهم، تكلم مع المرشد جوان. إذن أنا هو المرشد جوان، سيكون هنا بالأمام.
إذا ندخل إلى هذه البوابة عند المرشد، دوبل كليك للدخول. هيا بنا. لا 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 لا. حسنا، السفينة تبدو بشكل غريب، يعني هذا شكل غريب السفينة. إذا لا ندري ما المشكل في هذه السفينة تبدو بهذا الشكل الغريب هذه المرة. المهم، هذا هو المدرب، نضغط هنا، تمت المهمة، سيعطينا مهمة أخرى. ضغط التالي. إذا المرحلة الثالثة، ضغط أوكي، سيقول لنا إذا هناك العلامة بالأمام، إذا سوف نذهب بالأمام. هنا يجب أن ندخل إلى هذه البوابة، يجب أن نمر من هنا ونضغط على هذه البوابة. هيا بنا. أخيرا جزء جيد. الآن تبدو كسفينة من هنا. إذا المرحلة الثالثة، ضغط تمت المهمة، أخذ مهمة هذا الشجاع لانسينون أقرات الساحرة. ضغط موافق. إذا لنقاتل هذه الوحوش قليلا. لدينا مهمة مهارة، سأرفع مهارة الوحش وأضعها معي هنا، سأضعها، سأخذ يعني مهارة المرافق الخاص بي. نعم، سأخذ وضعها هنا. كمان هي موجودة هنا. هذا شيء جيد. إذا سأضعها هنا كي نستعملها. إذا هيا بنا نقاتل. إذا طلب منا أن نقتل. إذا الآن حتى الوحش يستعمل المهارات معي هنا. إذا هيا إذا اجتزنا المهمة، لكن سنستمر في القتل لنرفع من الليفل قليلا، نرفع مستوى شخصيتنا قليلا بقتل هذه الوحوش. إذا هذا يكفي. نذهب إلى صاحب المهمة، نضغط الثاني، قناة الساحرة، تمت المهمة. إذا ثم المرشد إد الآن. هذا المرشد الآن سيعطينا مهمة أخرى، هي المرحلة الرابعة من السفينة. يجب أن تجتاز جميع المراحل، طبعا المراحل سهلة. إذا الآن نذهب إلى الأمام، هناك بوابة أخرى هنا. إذا المرشد موجود هنا، سوف نذهب إلى هذا المكان. إذا هنا توجد البوابة. دعنا ندخل. إذا نذهب إلى الحارس هيكتور أو الفارس هيكتور. هنا نأخذ جائزتنا، وسيعطينا مهمة أخرى أيضا. هكذا. إذا قلادة العرافة، نضغط موافق. إذا الآن سنجلب، سوف نقوم بجمع 6 أجزاء من قلادة العرافة. ماذا يعني هذا؟ يعني 6 أجزاء القلادة وستة أماكن موجودة هنا، يعني 6 بوابات، كل بوابة فيها نصف من هذه القلادة. إذا نذهب ونقوم بجمعها. نبدأ بهذه البوابة طبعا. إذا أول جزء عند هذه الوحوش.
وصلنا اللي بجديد نرفع المستوى. اوكي، هذا هو جزء القلادة، ناخذ جزء القلادة هنا. اضغط على التجميع، اذا قد قمنا باخذها. اذا نخرج من هنا، اذا نفس الشيء في كل بوابة، في كل بوابة ناخذ جزء من هذه القلادة. البوابة الثانية وجدنا القلادة، لنخرج ثالثة. وصلنا ليفل 19، مازلنا نرفع الليفل. إذا لا تنسونا دائما القيام باستعمال هذه ترياق السرعة وترياق الرياح، حتى تمشي بسرعة، تحظى ببعض السرعة. إذا هنا الغرفة الأخيرة، الغرفة الأخيرة كي تأخذ منها القطعة، قطعة القلادة، يجب أن تجيب على أسئلة هذه الفتاة. إذا نضغط عليها، ماذا علي أن أفعل؟ هل سمعت عن العرافة؟ هذا مشاهد أحد منهم. أريد المتابعة مهما كان الثمن، أخبريني أرجوك، إنني أفهم ما تقولينه. إذا أعطتنا الأجزاء التي لديها، مازلنا نحتاج شظية واحدة، سوف نبحث في باقي الأماكن. وتأخذ الخامسة من هنا، يعني البوابة الثالثة. نأخذ الجزء الخامس من هنا، يعني الثالثة من هذه الجهة، يعني ثالث. 2 1، والآن انتهينا المهمة. كنت نسيت ذلك الجزء الخامس، إذا قيادة العرفة، نضغط. وصلت إلى مستوى 20. أوكي، رائع. نرفع مستوى العمل والمهارات. هكذا. وإلى المهمة التالية. ثم الآن نقتل الوحش. أنا مطلوب منا
أنا أقول لك، تكلم عن مرسال بيطار في جزيرة المتدربين. أقصد، يقول لك سفينة المجهول، يجب علينا قتل فانزو العملاق. فانزو العملاق الموجود هنا، هي العلامة الحمراء يعني بالأمام هنا. ندخل هذه البوابة وهيا بنا مباشرة لنقتله. تعالوا إلى هنا لنقتلكم جميعا. هو فانزو العملاق. هيا يتم القتال الآن. قتلنا فانزو العملاق. لنقتل أصدقائه، لنقتل أصدقائه. إذا أنهينا السفينة، نخرج الآن من هنا. إذا نعود إلى روبان البحار الذي أعطانا مهمة سفينة مجهولة، كي يعطينا جائزتنا. هنا هو موجود هنا. ثم بعد ذلك نعود إلى غومر فيما بعد. إذا هو روبان البحار الذي أعطانا المهمة. إذا نضغط عليه ثم نأخذ جائزتنا. المهمة. إذا نضغط هنا نأخذ السلاح الخاص بي الجديد الذي ربحنا. وأيضا إذا لم تعد أي مهمة هنا، نذهب إلى عمر الآن. هيا بنا إلى عمر أو عمر. أيضا سوف طلب المستعجل، أخذ مهمته الثانية. تغطية، ضغط موافق. إذا سوف طلب منا كروان، نقوم بصياد كروان والطائر، طائر الكروان أمامه مباشرة. لا، ليس أمامه بل جانب. أنت دائما تفتح الخريطة كمبتدئ حتى تعتاد على الأمور. إذا ها هو كروان موجود هنا، كروان الديك هنا. هيا بنا. إذا وصلنا إلى المكان، ولكن قبل أن أبدأ في صيد الحيوانات، نأخذ أولا مهمة المرشد روبن، لأنه يعطينا مرافق التجميع الذي يقوم بتجميع المواد بشكل تلقائي. هذه المهمة هي التي تعطيك مرافق التجميع، يعني عليك أن تنهي هذه المهمات كي تحظى بمرافق التجميع. ثم يعطيكم مرافق آخر عندما تصل لمستوى 50، لكنه يبقى مرافق مؤقت يدوم تقريبا لعشرين يوم. إذا نقوم بالآن اجتياز هذه المهمات. إذا كروان الديك موجود بالجهة الأخرى، سأريكم مكان كروان الديك. أولا عندنا، نعم، إذا كروان الديك موجود بالجهة الأخرى، ليس في هذا المكان. إذا هيا بنا. كروان الديك ستجده بالجهة المقابلة، يعني الجهة الأخرى. يعني مباشرة هنا. في نفس الوقت فيها الوحوش المهمة التالية. ها هو كروان الديك. إذا ننزل وهيا بنا القتال. خذ هذا.
الأفراد. هيا هو كرم التيك. ثاني اجتزنا المهمة الأولى، باقي لنا فقط القليل. إذا انجزنا المهمات لنعود الآن. هيا بنا لنعود. ثم لدينا هنا لاعب حقيقي هنا يجتاز المهمة أيضا. إذا نضغط هنا لأخذ استلام الجائزة. طبعا أيضا الساحر، هذا الساحر أيضا سيعطينا مهمة، هي التي ستعطينا، نعم ها هو المرافق، هو الذي سيعطينا المرافق. إذا نقوم باجتيازها، نقوم بقتل الحقد الأعمى وهو موجود هنا بال يعني فوق. طبعا تفتح الخريطة دائما. إذا هو موجود هنا الحقد الأعمى، نذهب إليه من هنا مباشرة. إذا وصلنا، نذهب لنقتله. هيا تعال، تعال أيها الحقد الأعمى، لماذا تحقد علينا؟ أجاد أيها الحقد العين. إذا هيا نعود نستلم جائزتنا. وصلنا، سيعطينا جائزتنا. اختار جائزة اخرى. نفتح الان الحقيبة، هذا هو المرافق الذي يقوم بالتجميع. نضغط عليه دوبل كليك. يجب ان ننزل اولا. اذا نقوم الان اضع له اسم، سأسميه على اسم قناتنا مليادير جيمر. نضغط موافق. لم يتم قبول الاسم. إذن ها هو قد تم قبوله تماما. أكادير جيمر. إذا مهمة التغطية هي مهمة عمر، إذا سنذهب إلى عمر لنقوم باستكمال باقي المهمات. بقي فقط اثنان مهمتين فقط الآن، وسنغادر إلى جندر، إلى عالم أفضل وأجمل. إذا وصلنا إلى عمر الآن، التغطية تمت المهمة، سيعطينا مهمة قتل الطيور. نعم هي طيران البيرانا. ثم بعد ذلك سيعطينا مهمة أخرى وهي قتل أم الطيور. هيا هيا نقتلها. لن تقتل الأم، لأننا إذا قتلنا الأم الآن سيكون علينا انتظارها مجددا متى تظهر. لا تظهر إلا بعد، تأخذ بعد الوقت للظهور. لذلك لن نقتل الأم، سنحاول أن نقتل الأم. نهرب الآن. هيا نذهب، نعود إلى غومر، إلى الشجرة مباشرة. واحد اثنان ثلاثة.
الشيء الجميل عندما يكون لديك مرافق هو أنك ستفعل هذا. أنت لا تحتاج لأن تنزل أصلا من الأسد ده، فقد ضغطت على الحيوان فقط هجوم المرافق يهجم والمرافق يقوم بالهجوم. وهكذا قد انهيت المهمة بدون النزول من حصانك أو وحشك. انهينا المهمة إذا نقتل الأم الطيور. هيا بنا اسم المهمة أبيران الأم. هيا بنا هيا. إذا نفس الطريقة لا داعي للنزول، فقط نرسل الوحش. اذهب اذهب اقتله اقتله من أجلنا. أحسنت. لا أحتاج لأقاتل، لماذا سأقاتل أنا؟ المرافق يفي بالغرض. نرد مطلوب، تمت المهمة، أخطر الجائزة. لنرتدي الخاتم، لا ننسى دائما وضع ترياقة السرعة. جيد، لقد انهينا الان جميع المهمات. الان جلسة التدريب الاخيرة، يجب ان نعود الى المدينة كي نستعد للسفر. اذا نضغط على لفافة العودة لنعود الى المدينة بدون تضييع الوقت. الان صديق، هناك صديق هنا يتحدث معنا. كيف حالك؟ أنا خلصت. جيد، أنا كذلك. يسألني عن المهمات. قلت له لا تبدو لاعبا جديدا، فهو يملك الأجنحة. إذن عندما تنهي جميع المهمات كما فعلنا، سوف هذه هي المهمة الأخيرة، جلسة التدريب الأخيرة، تقول لك اذهب وتحدث مع المرسل. إذا المرسل هو الشخص الذي يرسلك إلى المدن الأخرى. هو موجود هنا مرسل مباشرة. إذا نضغط عليه الثاني جلسة التدريب الأخيرة، ثم اضغط تمت المهمة. وصلنا إلى ليفل 21. نرفع مستوى العمل ونرفع قوة المهارات. إذا الآن نذهب إلى جندر، نضغط هنا ونسافر الآن إلى هنا إلى القارة. نعم، نضغط على هنا موافق. إذا هذه إلى القارة تقول لك تكلم مع الدليل ساج في جندر. إذا نذهب إلى جندر، هكذا إلى جندر مباشرة. إذا وصلنا إلى جندر، في جندر اكتفينا من المهمات وسوف نقوم بشيء ممتاز ورائع جدا وعليك أن تقوم به، وهو تليفل السريع، يعني أن ترفع ليفلك بسرعة صاروخية. إذا سوف نأخذ فقط هذه المهمة، نتركها كي نقوم بها في أوقات الفراغ أو أوقات الملل.
إذا سوف فقط نقوم بقبول هذه المهمات، لن نجتازها الآن لأن الآن هو وقت التليفل السريع، نرفع من مستوانا بشكل سريع، فقط نقوم بقبول هذه المهمات. والآن أولا نقوم بتفقد اللباس الخاص بنا والأسلحة وغير ذلك. نذهب إلى السوق لنأخذ البوفات. البوفات هي تقوم بتقوية شخصيتك، لذلك سوف نتجه مباشرة إلى السوق. السوق موجود هنا، موجود هنا. الآن مرسل الدهليز ويلسون لدينا. ليس هنا. طبعا في هذا المكان السوق، من هذا المكان، من هذا الطريق. هنا لدينا حارسة السوق، إذا نضغط عليها ونذهب إلى سوق عكاظ. إذا نذهب لأخذ البوفات. البوفات في الجهة الأخرى من السوق، يتم إعطاء البوفات من هناك. إذا هذا هو السوق. إذا كنت تريد أن تشتري أي شيء فأنت تجده في سوق عكاظ. هنا يبيع اللاعبين أشياءهم النادرة، حصل بطاقات النقاط أحيانا يتم بيعها هنا، أو أشياء نادرة وأشياء أسطورية. طبعا هناك البعض من يبيع بسيطة بأثمنة، لكن هناك من يبيع أشياء فعلا أسطورية في هذا السوق.